سي محمد تليلي المنصري معنا في المباشر. سي محمد تليلي مرحبا، أهلا وسهلا. مرحبا بك سي شاكر وبكل المستمعين المشاهدين وزملائي كفام. شكرا لك على قبول الدعوة. إلى حد هذه الساعة كم عدد الترشحات اللي وصلت أو الملفات للمترشحين المحتملين للانتخابات الرئاسية؟ إلى غاية الآن تقريب 9 ملفات اللي قاعد تقديمهم، يعني في فترة الإيداع والقبول الإداري لهذه الملفات 9 مترشحين. 9 ملفات كاملة يعني يا سي محمد تليلي؟ والله الحديث في الواقع على أني كاملة ماهيش كاملة، هذه كلها باش تخضع لفترة البت اللي هي باش يتدخل فيها المجلس بداية من يوم غد، على خاطر هذه مسألة إدارية لمكتب الضبط. معناها ما نجموش احنا نتحدثوا الان كمجلس هيئه، لانه مازلنا يعني مش احنا نطلقوا في الترشحات ولا نبتوا فيها، احنا عندنا 4 ايام بت للتداول ودراسه هذه الملفات بتفاصيلها، وقتها نجموا نتحدثوا على ان هذه الملفات كامله او ما هي شامله، لانه فتره قبول اداري نعطوه احنا الوصل تاع الاستلام، ويقع احاله كل هذه الملفات بدايه من يوم غد صباحا الى مجلس الهيئه لدراستها بتفاصيلها، وقتها نجم نتحدث على ملفات استكملت أم مازالت مستكملت. المعلومة اللي عندك 9 ملفات خذا وصل الاستلام من أنهم صبوا دوسياتهم في الهيئة المستقلة للانتخابات، وهو كذلك فترة القبول الإداري، يعني إداريا وقع إيداع 9 ملفات إلى حد الآن اللي ترشحوا للانتخابات الرئاسية سنة 2024. من أصل 114 سحبوا استمارات الترشح، أي من أصل 114 اللي يقع استمارات الترشح بالنسبة لتجميع التزكيات الشعبية، خاطر احنا وقتها نعرفوهم اللي هما العدد نتاعهم تقريبا 114 من قام بسحب هذه التزكيات الشعبية. مازال حتى لستة متاع العشية موعد غلق باب القبول ملفات الترشح. هي فترة الترشحات بصفة عامة تنقسم إلى مرحلتين، مرحلة القبول الإداري اللي هي اليوم 6 نتاع العشية يوقع غلقها، ومباشرة بداية من يوم غد 7 و8 و9 و10 4 أيام هي فترة البت في هذه الترشحات من طرف مجلس الهيئة اللي باش يصدر على أثرها القرارات إما بالقبول أوليا أو برفض هذه الملفات، وبطبيعة الحال قرارات باش تكون معللة شنو هي الأسباب نتاع الرفض ولا حتى القبول، ونعطوا التفاصيل نتاع القائمة الإسمية للمترشحين. قرارات يمكن تعن فيها أيضا لدى المحكمة الإدارية. هي هذه كلها فترة نتاع قبول الترشحات تعتبر من أهم المراحل بالنسبة للانتخابات الرئاسية، من بعد باش يتحل مباشرة النزاعات لدى المحكمة الإدارية في طورها الابتدائي، يعني ابتدائيا واستئنافيا لدى الجلسة العامة، كل من أنه يرى معناها القرارات نتاع الهيئة معناها ما مشاتش مع خاصة في القرارات نتاع الرفض نجم يمشي للمحكمة الإدارية في الطعن ابتدائيا في لدى الدوائر الاستئنافية بطبيعة الحال في قرارات نتاع مجلس الهيئة، وننتظر وإحنا الأجال نتاع الطعون اللي هي تقريبا باش تكون في ظرف 3 أسابيع، عادة في ظرف 3 أسابيع بطوريها الابتدائي والاستئنافي. رغم تصريحات رئيس الهيئة المستقلة للانتخابات وتصريحاتكم في أنه البطاقات عدد 3 جاهزة لعديد المترشحين، لكن البارح شفنا عدد من المترشحين ما تحصلوش على البطاقة عدد 3 هذه وما نجموش يقدموا ملفاتهم فيها البطاقة عدد 3. شو تعليقك على هذا؟ شكرا والله. احنا مش باش ننساقوا برشا وراء مواقع التواصل الاجتماعي وهذه التصريحات والتجاذبات، احنا امام مساله نتاع مؤسسات نتاع دوله. بالنسبه لنا احنا كهيئه انتخابات اكدنا وانه راهو التواصل واللقاءات صارت مش من توا مع وزاره الداخليه ومؤسسات المدخله في الشان الانتخابي، حتى من انتخابات التشريعيه والمجالس المحليه اللي وقع مد المترشحين بالالاف البطاقه الثلاثه في الواقع وفي ظرف قياسي. وزاره الداخليه دائما تاكد وكونه راه نفس التراتيب والإجراءات معمول بها منذ الاستقلال في خصوص منح البطاقة عدد 3 وشروط إسنادها. يعني ما هو شرط تجديد راه جبتوه انتم، شرط تجديد زدتوه؟ لا لا، جابوا القانون جابوا الدستور، احنا راه فقط عملنا مبدأ ملائمته على خاطر إثبات شرط
التمتع بالحقوق المدنيه والسياسيه، الوثيقه نتاعو الوحيده اداريا في تونس هي البطاقه عبد الثالثة، ما ثماش وثيقه اخرى تثبته، وهي راهي وثيقه اداريه مثل بقيه الوثائق الاداريه الاخرى مثل الجنسيه، حتى في فقه القضاء ثم قرارات مثل حتى في فقه القضاء سي محمد المصري في ماده تنفيذ توقيف التنفيذ ثم قرارات في انه البطاقه عبد الثالثة ما هي شرط من شروط الصحه، لانها وثيقه السلطه المختصه هي اللي مسؤول عليها، مش المترشح هو اللي خرج الوثيقه، معناها هو يقعد رهين السلطه المختصه تعطيه الوثيقه ولا ما تعطيش. شوف شكل المساله تختلف، علاش تختلف؟ على خاطر في 2014 و2019 ما كانش لا الدستور ولا القانون ينص على شرط التمتع بالحقوق المدنيه والسياسيه، معناها هيئه الانتخابات وقت اللي عملت شرط نتاع البطاقه على ثلاثه في قرارها الترتيبي كان مخالف للقانون ومخالف للدستور، وذلك علاش المحكمه الاداريه دخلت. وقت يجيك توا الدستور اللي هو صادر منذ سنة 2022 وينص على شرط ضرورة التمتع بالحقوق المدنية والسياسية، احنا مطالبين وانه الشرط بتاع الوثيقة هذه لازم يكون موجود. وهي احنا عملنا منها اشكال كبير، الوثيقة هذه راهي مثل بقية الوثائق الإدارية، اشكال لانه مترشحين محتملين توصلهم مراسلات البارح وراوها وموجودة والعهدة على كلامهم هما، يقول لك راهو ما سلمونيش البطاقة على ثلاثة. احنا ما نسبقوش الاحداث، احنا نسبقوها، هذه احداث موجوده سي محمد ليلي المصري. خلينا نكمل احنا عندنا فتره نتاع بث نسبقوش الاحداث، عندنا فتره نتاع بث نتاع اربع ايام باش نشوفوا المسائل هذه. احنا المعلومه اللي عندنا وانه العديد تحصلوا على البطاقه عدد ثلاثة، وهناك من لم يطلبها اصلا، وهناك من هي موجوده على ذمته وما هزهاش، وثم شكون اتصلوا بهم فئه حالات خاصه باش ثم وثائق اخرى وفقا لهذه الترتيب والاجراءات باش يكملوها مثل شهادة نشر وما قال بعض القضايا. ما نعرفش انا شنو هي تفاصيلها مع وزاره الداخليه، هزوها ما هزوهاش ما نعرفش التفاصيل هذه، لكن انا ما نتصورش وانه مؤسسه من مؤسسات الدوله واني تمتنع من منح بطاقه عدد ثلاثه وهي تعرف الاجال، واني خاصه الزمن الانتخابي يفرض معناها نوع نتاع وأن تكون هناك، ومن دور الهيئة تسهيل تدرى، ومن دور الهيئة تطلب من الإدارات أنها تسهل المسائل هذه. سهلنا وعملنا لقاءاتنا مش من توا، من فترة كبيرة في هذا الخصوص. على كل حال وتأكد راه معناها مش كان يكون خذات أكثر حجم من بقية الوثائق والشروط الأخرى، لكن راهي ماهيش البطاقة على ثلاثة هي السبب الرئيسي والوحيد للصعوبات الموجوده بالنسبه للمترشحين. عندك مثال المساله نتاع التزكيات، علاش حقيقه معناها المره هذه كانت اكثر فيها ضمانه واكثر حمايه للتثبت من سلامتها على خاطر صحيحه المره هذه، مش كما قبل كانت على بياض وكانت بمجرد جداول وبسرقه معطيات نتاع مواطنين كانت سهله العمليه، وانه التزكيات ينجموا في نهار يجيبوها، تو على خاطر صحيحه لانه التزكيه والنموذج اصبح شخصي مشخص، وهذاك علاش معناها وأن التزكيات هذه فيها مسألة جدية كبيرة وكبيرة جدا، ومبدأ السلامة نتاعها هي صحيحة، هذاك علاش نوع نتاع صعوبة اللي وجدوها بعض المترشحين. يعني لن تتدخل الهيئة في علاقة بالمترشحين المحتملين اللي رفضت الإدارة تسليمهم بطاقة عدد ثلاثة أو طلبتهم ربما بإجراءات أخرى، وانت تعرف اليوم آخر أجل. شوف احنا تدخلنا وديما ندخل مع المؤسسات نتاع الدوله، هما اكيد كل مؤسسه نتاع دوله هي عندها شروطها وعندها اجراءاتها اللي هي مش باش تعمل حالات خاصه لبعض المواطنين دون غيرهم، هما اكيد معناها يعرفوا خدمتهم وثم ترتيب يطبقوا فيها وهذا الاكدوا عليه. اذا كان ثم واحد عنده تتبع على جميع المستويات سواء على مستوى النيابه ولا تحقيق ولا محكمه ولا استئناف ولا تعقيب، سهل ياسر وبيجيب شهر 12، يعني كنت محامي ونعرف راهو في ظرف ساعه تنجم تاخذ شهر 12، مش مساله معناها صعيبه ياسر باش تدلي بمآلة نتاع قضيه باش تاخذ البيت روا بتاعك. ربما انا ما عنديش الحق التفاصيل حقيقه، لكن ما نسبقوش الاحداث، مازال الى غايه يوم 10 اكتوبر في تاريخ البت باش المجلس ينظر في هذه الملفات. ثم تقبلوا المترشحين اللي قدموا وصل البطاقة عدد ثلاثة؟ بطبيعة الحال احنا اداريا ما نجموش نرفضوا الملفات. واضح. في مرحلة القبول الاداري نقبلوا الملفات، هذه هي مرحلة ادارية بحتة، لكن في فترة البت وقت اللي تجيني انا الملفات للبت لدى مجلس الهيئة لا تقبلوا بقية الوثائق، فقط بعض الاجراءات نتاع التصحيح واستكمال المتعلق بالتزكيات فقط. واضح. نشكرك برشا الناطق الرسمي باسم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات محمد تليلي المنصري.